أنا من محمد أحمد مرسي من الحريرية البحرية مواطن، ومن 2011 مبنى جاهزها ولا حد سأل فينا ولا حد جاهز، وتكلمنا والمحافظة ومدرية الصحة ولا حد سأل في ودلوقتي على الروح ضحضة اللي المولود يروح يودوه يكتبوه في الحريرية القبلية بيننا وبينه، أو يروح الشيخ مسعود أو يروح ضحضة حوالي 10 كيلو. فإحنا البلد مو الأطفال والنسوان، وانت عارفين قيم الصعيد، النسوان تتبهدل تروح تقيد في طحطة او تقيد في الحريرية القبلية، لنا اكثر من نعاني من هذا يعني، وتعبان الناس كلها، الحريرية البحرية تعبانة، والمأخذ النسوان عندنا احنا الصعيد له تقاليد، تروح توديها تروح تودي ولدها او طعمه في اي حتة ما ينفعش كده. من 2011 وهذا المستشفى قدام سيادتك مبنية وجاهزة وكل حاجة، وما حد سأل فينا أبدا، وكلمت المحافظ وكلمنا وكلت الوزارة ورحنا كل اللي عملنا اللي عليه، ما حد سأل فيه.